جهد الندم دموعه يجري في قلبي وعيوني ضريبتي مجروح بكل اللي غروني رجع الندم دموعه يجري في قلبي وعيوني ضريبتي مجروح بكل اللي غروني خدني في رحلة سراب زيني الوهم الكذاب خدني في رحلة سراب خيبني الوهم الكذاب خدني في رحلة سراب زيني الوهم الكذاب صدقت ورميت نفسي في شمال صابوني في شمال صابوني صدقت ورميت نفسي في شمال صابوني شباك لي صابوني علمني تجرى شاوني اللي حبوني لدرت لي حبوني يفكر في صمت ويتركني يا من يفكر في صمت ويتركني أرفع مرساتي وألقيها تتلعب دور العاشقين معي فتنتقي كلمات لست تعليها كفاك تلعب دور العاشقين معي وتنتقي كلمات لست تعليها سترسلها وأسألك لدروبا سوف تهديها وكم خلفت ولكن لابد نمر وكم هبت ولكن لابد نمر وكم سوف تشريها وكم تمر ليت لو الوقت تطلبني وكم تمر ليت لو الوقت تطلبني بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحلقة الجديدة من إطلالة على الوطن نستقبل خيرة الأصدقاء الذي تعرفت عليهم في مدينة عائش منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي ألا وهم الفنانين أو المسرحي سيد خالد سيد محمد وسيد احمد فعلا عائله المصباحيه هذه تعرفت عليها في حي الجامعه الجديده في اوائل السبعينات بعدما انتقلوا من مدينه القصر الكبير بعد وفاه الوالد ديالهم رحمه الله عليه واستقروا في مدينه العرائش نظرا لان ام ديالهم عرائشيه
سكنوا في مدينه عائشه، عندهم عائله كبيره في مدينه عائشه، عائله الفنانات. كان عندكم مثلا الحاج احمد الشقيم، جلول المجيدي، هذو من العائله يعني الفنانه في مدينه عائشه. هما كي يعني عندهم واحد القرابه بينهم وبين الاخوه المصباح. فعلا الحديث عن الفنانين ثلاث، سيد الخليل، الاستاذ سيد الخليل الموجود في مدينه العرائش، وكذلك سيد محمد هو كذلك، وسيد احمد اللي موجود في ديار اصول صغيره. نبداو البرنامج ديالنا اطلال على الوطن. نشكر المدير ديال نافذه اطلال على الوطن، ونافذه بعيون مهاجرة وبرامج أخرى، أخ عبد الهادي الهمداني، وكذلك أخت ديالنا أخت اللطيفة النبيلة، يعني كاملة الأوصاف بصراحة هي سناء أكميم الشنتور. تحية لكم في هذا اليوم الحار من مدينة العرائش. وعن نبداو بالاخ الكبير، وهو طبعا حلم احترموا يعني انا كنهضر هنا عادي كبير السامي التراتوبي ضروري. من بعد سيدي محمد الزميل ديالنا، وحتى هو الاخ خالد هو الزميل ديالنا في الدراسه وفي يعني في الحياه يعني التعليميه التعلميه بحال اللي كنقولوا. وسيدي احمد الصغير ديالنا كان باقي كنعقل عليه، عنده ديك 5 سنين. المهم عنده في سيدي خليل، وعنده يعني خلوا الجانب ديال الطفوله، لان يمكن غيكون في التقديم ديال الاخت اللي غتقوم بهذا التقديم. حنا عنده في سيدي خليل بدا لنا يعني المشوار ديالو الموسيقي في بدايه السبعينات، خاصة في المعهد الموسيقي في مدينة العرائش. تفضل اخي خالد الاول. السلام عليكم، تحية الحال، ومشكور جدا صديقنا اللي كتربطنا به فعلا روابط اخوية صادقة، وبالتالي زملاء من الناحية المهنية، وبالتالي صديق الطفولة. كنا كيف قلتي كنسكنوا حي واحد في الناحية ديال سور الإشراف بالجامعة الجديدة. البداية كيف كتعرف هي في الحقيقة مرتبطة ارتباط وثيق بالطفولة. انت قلتي بأن سميتوا الإخوان غيتكلفوا بالجانب ديال السيرة الذاتية من ناحية الطفولة، إنما الطفولة هي اللي شكلت كانت اللبنه الاساسيه في المسار الموسيقي ديال المصابحه كلهم، بحيث ان الوالده الله يطول في الاعمار ديالها عندها واحد الحس فني راق جدا. يكفي ان تعرف انها تحفظ اغاني ام كلثوم يعني كلاسيكية بواحد الشكل منقطع النظير، وأغاني فريد وأغاني محمد عبد الوهاب كتعطيك الأغنية، وعندها بالإضافة إلى الحفظ ديالها عندها واحد الصوت، يا سلام والله مطرب، صوت مطرب. فهي حنا بحكم أننا صغار كنا كنسمعوا الوالدة كتكون في الكوزينة وهي كتطلع ديك الصوت الصداح أغاني أم كلثوم وعبد الوهاب وكذا، فاحنا هذاك كأنها أرضعنا هذاك النوع ديال الفن من خلال الاستئناس بالصوت ديالها. هذا من جهة. من جهة أخرى الوليد رحمة الله عليه هو أيضا كان له حس فني، بحيث أنه كان كيرعى الغنم في البادية بالنسبة للوالد ديالو، وكان كانت عنده هذيك الناي ديك الليرة نايمة. فالليرة حنايا كنا في العاشر عاشوراء كنا كنشريو ديك سميتهم ديك الليرات ديال، انت كتعرف ديك الليرة
كنصفروا غير كنصفروا السنه بدون اعتبار لا اللحن ولا كذا. المهم خصك الليره وكتبقى تصفر بها، لكن الوالد الله يرحمه كان كيشد هذيك الليره وكيخرج منها انغام. والله انغام كنت كنشري الليره عيب نعطيها الوالد الله يرحمه ونمشي نعمل ديك الانغام. هذا انا من جهه اخرى كذلك كان عندنا الرياده ديال وبالتالي حس اننا نكونوا فرقه موسيقيه. وحنا صغار كنا في يكفي انك تعرف، لا كنا كنحاولوا خلال الاصدقاء، هذه في القصر الكبير، هذه على في القصر الكبير كنا كنجمعوا الزملاء والاصدقاء ديال الحومه وكنقولوا ودي في هذا العاشور هذا انت غادي تشري الطبل وانت تشري الطنبور وانت تشري الكورنيطة وانت تشري الناي وانت تشري كذا، باش كنا كنعملوا واحد الجوقه صغيره في الدرب ونخرجوا فحال لاباندا. كان كيعجبنا نشلعوا لاباندا كيخرجوا في العناسات والهياطه وكذا، كنا كنديروا ايوا. فاحنا هذه كانت هي البدايه، كانها كانت ارهاصات للتنبؤ بما يكون ان شاء الله في المستقبل. وفعلا لما جينا للعرايش راه الاخوه يقول لك كن اليدين ديالنا شتي الايادي ديال الجوج عامره بالسيكاتريسات، السيكاتريسات ديال كنا كنشدو هذوك القنينات المعدنيه كانوا ديال الزيوت ديال المحركات الطرات وليدات الحشرات ديال الدباب وكذا، وكنصنعوا منهم آلات موسيقية. كنديروا لها الوتار ديال السبيب ديال الصيادة ديال الصنارات وكنبقاو نعزفوا بها ونهدا ونغنيو وهذا. هذه كانت البداية. أول ما تفتح المعهد الموسيقي في ربما في 73 بمدينة العرائش، كان عندنا واحد الهاجس أننا نضموا للجوق سميتو المعهد الموسيقي لتلقي العلم وتلقي المعرفه وبالتالي صقل الموهبه الى اخره، لكن الجانب المادي كان يحول دون ان نلتحقوا بالمعهد الموسيقي، نظرا لان كان شكون اللي كان كيدخل المعهد الموسيقي هي الفئه او النخبه الى بغيتي تقول من مدينه العرائش، ابناء ديال سميتو ديال رجال الشرطه، رجال ديال الداخليه، السيد الباشا الدينا والقايد وغيره والدكاتره الى اخره. غير كاين يكون متاحا للعموم نظرا للجانب المادي فقط، هذا هو اللي كان يحول. لكن بعد سنتين خصوصا سنه 75 تلغات هذيك الرسوم ديال التسجيل، كان فقط انك تشري سميتو الكتاب البرنامج ديال وزاره الثقافه اللي حدت وزاره الثقافه واللي كان الفو السيد الشرادي رحمه الله عليه، فقط هو يمكن لك تلتحق بسميتو المعهد الموسيقي. فكنت اول واحد كيتسجل ديك السنه هذيك، لما صوت وصلني النبأ مشيت تسجلت في المعهد الموسيقي، ومن هنا كانت الانطلاقه. إلا بغيتي شي حاجه نضيفوها من بعد او يضيفوها الاخوان نزيدوا من بعد ما يبقى. فعلا سيد الخالد الكلام ديالك شيق ورجعنا لديك رجعتينا لديك الزمن الجميل عشناه فعلا ونحن صغار تنصدر قدوم عاشوراء لشراء الالعاب سواء كانت بلاستيكيه ولكن كانت لها قيمه كبيره في ذلك الجمل الجميل، الجمل الذي لا يعوض بكل صراحة. من بعد المهم انتقلوا الأخ سيدي محمد والحديث معكم يكون شيق إن شاء الله. سيدي محمد تبارك الله عليك. أهلا وسهلا. أهلا سيدي محمد. أهلا وسهلا سيدي أكمل. وتكلم لعبتني بحال يتكلم سيد الخليل على المسار الفني ديالك منذ الطفولة. نعم مرحبا أخ سيدي محمد بصباحي. أكيد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بالحقيقة واحد المجموعة ديال الجوانب
من المسار الفني الطفولي يعني تطرق لي له الأكبر ديالنا سيد الخليل. حقيقة كانت كما قال اللبنة الأولى كانت عندنا في مدينة القصر الكبير بالضبط في الدار الكبيرة. الدار الكبيرة موجودة في القصر الكبير وهي في كتعتبر من الديور ديال الأكابر. كانت في واحد الوقت كانت السكن ديال القايد النلالي. القايد النلالي في القصر هذه من بعد كان شراها واحد من العيان ديال القصر من بعد انتقلت الملكيه للوالد ديالنا شرا هذيك الدار. ربما هاد الجلسه اللي نجلس ربما هاد الرخام اللي مورايا راه الاخ ديال اليمني شافو قال لي هاد الزليج راه كيذكرنا بهذيك الدار ديال القصر. طبعا ديال الغميقي الدار ديال الرميقي. نعم كيقولوا له الرميقي وكيقولوا له القايد النلالي راه موجوده في سوق باب الواد. نعم هذيك الدار يعني كانت بديك الرحابه ديالها وبديك الكبر ديالها كانت كتعطي الصدى. وانا رانا كان سبق لي عملت واحد التقرير كنت صرت الاخر ربما يمكن يتنشر. هذيك الدار كانت حتى هي كتعتبر عامل من العوامل ديال اللي اجتمعت مع عوامل اخرى وعطات هاد الموهبه. هي الحقيقه الموهبه كانت كاينه إضافة قال الأخ كينا حنايا الإخوان المسرحي كنا كنتميزوا بواحد الصوت. الله سبحانه وتعالى عطانا الصوت. هذاك الصوت شكون اللي كانت كتساعدوا ديك الصدى ديال هذيك الدار الكبيرة. وطبعا أن الأسر المغربية وخاصة ديال القصر الأسر ديال القصر الكبير والعرائش كانوا معروفين أن الميديا كان ما كيخلو من تسي الدار. يعني الميديا بمن الراديو يعني في الطلائع الاولى ديال الصباح كتجبر ان كل الاسر كتشعل الراديو وفيه الالوان ديال الاغاني. هذيك الالوان ديال الاغاني فيها مجموعه ديال المدارس كاين المدرسه الكلثوميه المدرسه الوهابيه المدرسه كاين على مستوى الطرب المغربي كاين عبد الوهاب الدكالي كاين عبد الهادي بالخياط كاين الحياني كاين فويتاح كاين مجموعه بمعنى ان كاين جوج ديال المدارس دابا الان بقينا كنتشبعوا بهم يعني من خلال ديك الطفوله بقينا كنحفظوا ولكن عن طريق ديك الجهاز ديال الراديو بقينا كنحاول كنحفظوا. وكانت ديك الا بغيتي تقول ديك الداتيه ديالنا كانت كتراكم الموهبه وكتراكم ديك الانغام. ملي كنكونوا حنايا في الوحده ديالنا كيكون الراديو ما مشغلش كنبقاو كنصوت ديالنا كنبقاو نمرنوه مع ديك الصدى وبحال اللي حنا شادين الميكرو كنغنيو يعني الجدران ديال الدار ترد ديك الصدى. ففي هذيك الفتره الطفوليه حفظنا واحد المجموعه ديال الاغاني. ولكن ما كنقولش ان هذاك العميل ديال الراديو هو اللي ساعدنا باش حفظنا. وكاضافه اللي قال الاخ اننا كان ما كيجي عاشوراء كنشريو ديك اللعب يعني كنسميهم القشاوج. كانت واحد الحاجه ولكن قبل ملي كنا كنبقاو نسمعوا الراديو كنا كنشبروا بعض المرات كان لي ربما نذكر بها الاخ ديالي سيد الخليل كنا كنشدوا المخايد ديالنا الكبارين كنحطوهم على الحجور ديالنا وكنبقاو نديروا زعما حنا كنضربوا العود ولا كضرب الجيتار ولا شي حاجه. المهم هذه الموهبه بقات كتنمى. منين جينا للعريش كما قال الاخ انا غير كنختصر لان الدخال بان المعهد الموسيقي وحنا من قبل ديك الشيء راه قال لك على اننا كنا كنحاولوا كنقلبوا على ديك الليط ديال ديك الليط ديال التشحيم ديال السيارات كانوا يعني كيكونوا ديك المحطات ديال البنزين ملي كتخوى ديك القاروره كانوا كيسيبوها. حنا كنا كنبقاو نقلبوا عليهم وملي كتجبر شي وحده مستطيله بحال اللي جبرتي الكنز هذاك الكنز كتعدل به ديك الاله الموسيقيه كنا كنقولوا اما نعدلوا بها البنجو ولا السنيترا ولا. المهم بان المعهد الموسيقي ولكن الاخ منين كان تسجل هنا واحد هنا غادي نفتح واحد القوس لان يعني كاضافه هو رغم ان العائله الوالد كان
كان مولوع كان كيشبر ديك لا فليت، ولكن ما ننساش على اننا راه اسره محافظه، بمعنى ان رغم ان هذاك الشيء كيكون غداتي يعني شخصي، بمعنى ان ما يمكنش يتسوق الخارج الاسره. صحيح ان الوالده الله يخليها ويطول في عمرها كان عندها الصوت الجميل كانت كتحفظ، ولكن هذيك الحفظ ديالها راه هي انطلاقه من ديك الراديو، ديك الجهاز ديال الراديو. منين هذيك الاسره محافظه ولكن ما كتبغيش على ان ديك الفن ديالها اللي هو يعني محاط داخل الاسره هي انه يتصدر على برا. فلهذا الاخ الخليل من يجبر هذا المتنفس وجبر هذه الوسيله انه باش ينمي ديك الموهبه ديالو دخل مع الموسيقى، ولكن هنا اعترضت العائله، اعترضت خصوصا الوالده. طبعا الوالد الله يرحمه كان توفى، لان احنا ينتقلنا للعريش من بعد ما توفى الوالد الله يرحمه. فلهذا فشل تسجل في المعهد، ولكن تسجل خفيه بمعنى انه بدون اشعار ديال الاسره، ولكن ان الايام غادي تكشف السر وانه غادي تولي ازمه يعني داخل الاسره، لدرجه ان الوالده لان احنا كبرنا يعني، ورغم انها مرات كتقول على ان ربما ما غادي تقدرش علينا، وبالاخص الاخ الخليل ناضت اشتكت من احد الاقارب. يعني علاش؟ يعني شنو التفكير ديالها على انه بما انه غيتبع الموسيقى بما انه غيسامح في القرايه، لان كان الرهان ديال الاسره هو اننا ندرسوا واننا لما اشتكت اسي محمد لما اشتكت لما اشتكت لا خليها هكاك، ما بغيتش نصح ليها، خليها احد الاقارب. المهم هذاك الشخص هذاك جا عند جا من بعد ما اشتكت له يعني دار في الخليج، جا عنده قال له شنو بهذه اللهجه فيها واحد النوع من التوبيخ والتهديد، قال له واش باغي تخلي القرايه وتمشي دير لنا المايا. المهم غتخلي الايه المتاتل غتخلي الايه وتتبع المايا، غادي تخلي القرايه وتتبع المايا، غادي تخلي القرايه وتتبع المايا. الايه غتخلي الايه وتتبع المايا، والمهم وتتبع المايا. العموم انه من بعد هو ما كثرتش الاخ ما كثرتش، المهم كمل ديك المسيره ديالو، بقى ان حتى دوز امتحان وكنت انا امين السر ديالو، يعني كان كل شيء كان كيقولوا لي. المهم انا عاوتاني كان سكت، المهم ما بغيتش. طبعا كنا بيناتنا الاسرار بيناتنا، انا ما كنمشي بالسر ديالو، هو ما كيمشيش بالسر ديالي، حتى انه دوز الامتحان وفعلا نجح، وان مع التوالي السنين على انه هو كان كيمتاز تبارك الله عليه بواحد الصوت، هذاك الصوت ديالو جعلو يكون بارز في المعهد، لدرجه ان بمجرد ما تكون المعهد ديال الموسيقي ديال المعهد الموسيقي كان الاخ الخليل كان من بين الدعائم الاولى ديالو اللي ما يمكنش انه يتم الاستغناء عليه، لا في الناحيه ديال العزف ولا من ناحيه ديال الصوت. اذا كان سوليست وفي نفس الوقت كان مغني، يعني كان كيغني، يعني المجموعه ديال الوصلات سواء كان منها اندلسيه او شعبيه او عصريه، العصريه بما فيهم جوج ديال الالوان، اللون المغربي واللون المشرقي. طبعا غادي يبان للعلن من بعد الاسره غادي تستسلم، غادي تسلم بالامر، وهذا تسليم الامر غادي يجي من بعد بهذا من خلال الاخ ديالنا الكبير من الوالد الله يرحمه سي مصطفى. هذا هو اللي زاد ثبت ديك الدعائم ديال الموهبه، انه دار في الوالده، قال بالعكس قال الموسيقى راه هي شي حاجه كبيره، فما يمكنش يتحرم هاد الدراري من الموسيقى، لان انت كتخافي انه غادي يفارقوا الدراسه، مع العلم ان الموسيقى غادي تساعدهم على الدراسه ديالهم، وبالفعل نعم. الموسيقى ساعدتنا، واننا الحمد لله قرينا ومشينا في المسار، اننا كل واحد منا يعني اختار الوظيفه اللي هي ما كتبعدش على الفن، وهي الوظيفه ديال في التربيه والتعليم كاساتذه ديال ماده اللغه العربيه، ماده الادب العربي.
طبعا هذا بالنسبه لي انا والاخ خليل، ولكن بالنسبه للاخ الصغير سيدي احمد انه تو مشى في المسار ديال الدراسه، نعم وصل للدراسه الجامعيه، ولكن المهم كاين شي ظروف انه ما خلاتوش يكمل، وكان اخر ما طلب انه التحق بديار المهجر. نعم اخي ديار المهجر محمد استطاع نعم اسمح لي المهجر ان الاخ سيدي احمد استطاع انه ينمي الموهبه ديالو تبارك الله عليه، دابا الان هو استطاع انه ينشا حتى واحد الميني ستوديو معاه في الدار، وفي هو عايش مع الالحان ديالو مع الكلمات ومع الاستوديو ومع النغم ديالو. غنخلي له عاوتاني ممكن هو يضيف اضافات اخرى. وشكرا واخا شكرا سيدي محمد تبارك الله عليك. فعلا انتقل الاخ الاصغر وهو سيدي احمد صلاحي موجود في الديار السويسريه. سيدي احمد كنعرفو صغير 5 سنين لان تقريبا هاد العرائش عايشوا فيها 60 سنه عندي محسوبه قصر كبير 10 سنوات او 12 سنه، اما العرائش فهي يعني اقول لك بكل صراحه عشوا في هذه الحياة ديالكم أزهى أيام العمر عشوها في هذه المدينة، المدينة المقصية أو اللي ما كيعطوهاش واحد الاهتمام المسؤولين، رغم أنها تتوفر على جميع المؤهلات التاريخية والبحرية والنهرية وال يعني تعرفوا كل غابوية وحتى الفنية، لأن عطت فنانة في مدينة العرائش وجملتهم الفنانة اللي بقوا طبعا الحال ما بغاوش يخرجوا لأماكن أخرى بحال خي أحمد أو الخليل أو لا، يعني بقوا مع العلم أن سي أحمد هو في ديار سويسرية قايم بواحد كامل صارت مع الإخوان، كيعمل عنده استوديو تبارك الله عليه كامل كلمات كلكم تقريبا بدات بكم القصص القصصي واحد فيكم. دابا انتقلوا الاخ صديق الجميل صديق الانيق والطيب تبارك الله عليك، تكلمنا على الفتره لان انت عشتي كلشي في العريش. انا ما تذكرش راسك انت في مدينه القصر كبير كنتي 5 سنين وكان دونسي تذكر من دابا 5 سنين 4 سنين شي حاجه ما نعرفش. المهم تفضل خاي احمد تبارك الله عليك. السلام عليكم. بالاضافه اللي قالوا الاخوان ديالي لا سي الخليل ولا سي محمد اللي كان لهم الاحترام الكبير واللي دائما كانوا بالنسبه لي قدوه في المجال الموسيقي، هو اللي جعلني انني يعني نتبع المسار ديالهم. فانا غادي نقول واحد جوج ولا ثلاثه ديال النقط اللي هما يمكن متذكرينهم واللي يمكن ما جاتش على بالهم. ففي المنزل ديالنا حنايا والجو اللي كنا كنعيشوا فيه ما يمكنش اننا راه من الاول حتى الاخر يعني حتى الاخوات ديالي لا فوزيه ولا سعاد يعني راه هما عندهم واحد الموهبه غير انهم ما استطاعوش يبينوها. المهم ما يمكنش ان شي واحد فينا ما يكونش يعني متميز عنده واحد الميزه موسيقيه وفنيه وواحد الموهبه يعني داخليا. فعنذكر انا الاخوان ديالي باقي كنذكر وانا صغير كنت كنغني اغنيه الشاطئ ايها الشاطئ ديال عبد الهادي بالخياط امس القليل، وكنت انا مازال ما يعني ما كنتحكمش يعني في الصوت ديالي، مازال ما عنديش المقامات ما عنديش يعني مازال صغير، وكانوا كيسمعوني كنغنيهم كيوقفوني فوق الكرسي وكيقولوا لي غني لنا ايها الشاطئ. فانا كنغني لهم ديك ايها الشاطئ قولوا ما قام نخرج من هنا ونطلع من هنايا، وفهمت بواحد الطريقه عشوائيه كيبقاو يموتوا عليا بالضحك. هذه النقطة الأولى، وهذا إن دل على شيء فإن دل على أن الموهبة كانت داخل يعني داخلي ولكن مازال ما تنمتش. الحاجة الثانية اللي عندكرهم بها وهنا في القسم التحضيري، كتبت أول شعر فهمتي
كتبت أول شعر يعني في الحياة ديالي، وإن كان لما عندي لا أسلوب لا ثقافة لا تعبير لا والو، وكتبت أول شعر على البحر، البحر فهذا إن دل فهو يعني شيء داخلي الواحد يعني كيتنمى بشوية بشوية، وهذيك بداية، هذه كانت بداية. والسي عبد الملك المراس الله يذكره بخير اتصل بيا ماشي بزاف باش يفكرني بهذا الشعر هذا، لان كان هو من الاصدقاء ديال الاخ ديال ياسر الخليل، كانوا كيدرسوا مع بعضهم في المعهد الموسيقي، وكانوا يعني كيقوموا بزيارات للمنزل ديالو ولا هو المنزل ديالنا وكذا، وعيط لي اتصل بيا يعني مؤخرا شي واحد شهر ولا شهرين، وقال لي غنفكرك. تفكرت واحد القضيه بقى كيموت بالضحك، قال لي بقيت كنضحك بوحديتي وتفكرت ديك الشعر اللي قلتيه وانت مازال صغير. المهم هذه يعني هذه بدايه كانت بالنسبه لي انا، يعني كتنمى بشويه بشويه، وبالاخص ان مع مرور السنين يعني الاخ ديالي محمد ولا سي الخليل يعني دخلوا للميدان الموسيقي وشافوني، شافوني انا كنكون جالس في الكرسي والصبعين ديالي كيضربوا كيديروا الايقاع في الكرسي. فواحد النهار سيد الخليل كان باقي محتاج في الجوق ديالهم، كان محتاجين الايقاع، العازف ايقاع، فهمتي؟ فسيد الخليل شرا لي دربوقه وجا وقال لي انت غتبقى تعزف معنا الايقاع في الجوق. كانت هذه هي البدايه ديالي، مع العلم اننا كنا كنكونوا في المدار، يعني كيكونوا هما كيتمرنوا الاخ ديالي سي الخليل كمال وسي محمد بالعود يغنيو كلثوم فريق الاطراش محمد عبد الوهاب كذا، كيعطوني انا الايقاع ديال الايقاع لان كندير لهم الايقاع. فكانت هذه البدايه ديالي في الاندماج للجوق المعهد الموسيقي اللي كان كيتراسو الاخ ديالي سي الخليل. وفي نفس الوقت عاود في الجوق السيمفوني ديال دريش الشرادي اللي كنت شاركت معهم في الفرقه ديال الكورال، وعاود اندمجت معهم كعازف ايقاع مع بجانب المختار البدري رحمه الله عليه. كانت هذه هي البدايه بشويه 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 الاخ ديالي عاود عليه شاف بانني يعني كيعجبني الغناء ويعجبني نحفظ الاغاني الشعبيه والنشاط، لان كانوا هما كميالين للاغاني الشرقيه والعصريه، فانا كان الاغاني الشعبيه والاغاني العصري والكنار والمحمد المراكشي كنت كنحفظهم بزاف، فكنت مواكب المسيره والمواسم الفنيه باش كنوجدوا الحفلات والاعراس وكذا. فكانت اي اغنيه كانت كتظهر لا ديال العسري ولا ديال الكنار ولا ديال محمد المراكشي ولا ديال الاخوان نجوم بورغون امتي ولا هادو كلهم كنت كنحفظهم انا يعني حفظا يعني بالكلمه، وكنا كنديروا بهم في الاعراس ديالنا وفي الحفلات ديالنا. كانت هذه هي البدايه ديالي مع الاخوان ديالي. فكنا كنمثلوا واحد الثلاثي، واحد الثلاثي كل واحد فينا كيكمل الاخر، فهمتي؟ الاخ الخليل تبارك الله عليه بالصوت ديالو بالعزف ديالو، يعني عازف يعني كان رفع له القبعه لا في العود ولا في الكمان، كان هو القدوه ديالنا. وسي محمد عاود كذلك صوت يعني صوت ذهبي تبارك الله عليه، ملي تجلس معاه ويغني لك يعني الاغاني الشرقيه ولا هذه يعني تطرب، وان كان كيقولوا عازف الحي لا يطرب، حنا العازف الحي ديالنا كان كيطرب، فهمتي؟ هذا هو كانت البدايه ديالي، وكانت الرحله ديالي مع الاخوان سي الخليل وسي محمد ومع العلم على اننا الجوق ديالنا كان يعني فيه الاساتذه ارفع، يعني احسن اساتذه المعهد الموسيقي في ذيك الوقت. ما نساوش السي شعيب الله يذكره بالخير عطى الله في عمره، المرحوم القريفطي، حسن الحمداني اللي هو في لندن، السي المختار الباطري تبارك الله عليه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه عليه،
حسن حميمد ما نسواش حتى هو، السي عبد الملك المراس، فهمتي؟ يعني احسن واجود يعني العازفين الموسيقيين في العرائش في ديك الوقت يعني كانوا موجودين في الفرقه ديال المصباحيين، وكانوا احسن فرق اخرى كانوا كيبغيو يجيو ياخذوهم من الجوف المصباحي، وما كانوش كيبغيو، كيقولوا حنا كنخدموا مع المصباحي وما نمشيوش مع شي فرقه اخرى. والاخ ديالي خالد يعني تبارك الله عليه بالصوت ديالو بالعزف ديالو كانوا عود فرق اخرين، لا من القصر الكبير ولا من طنجه ولا من تطوان ولا من يعني من الشمال المغرب، كانوا كيجيو عنده يطلبوه يمشي يخدم يحضر لهم الحفلات ديالهم وكذا. هذا هو مختصر من الحياه الموسيقيه والرحله ديالي مع الاخوان ديالي، ونكملوا الحديث فيما بعد. سي اجمين الصوت سي محمد حاجه الله يبارك في العمر ديالها مسكينه، الام ديالكم اللي ربتكم واحد التربيه فعلا تربيه كانت في نفس الوقت اب وام بعد الفقدان ديال الاب المرحوم ديالكم الاب ديالكم ثم صغار. يعني بكل صراحه الحاجه ضحت معكم واحد تضحيه جسام كانت بمثابه قلت كل الاب والام والاخ والاخت، كانت زعما بكل صراحه وكان عندها ديك الذوق رفيع اللي يعني وديك البصمه ديالها هي اللي خديتوها من عندها بارك الله في عمرها. انتقلوا الان الاخ اكبر سيد محمد صديق ديالنا هو صديق الطفوله الصديق المطرب الجميل ذو الصوت الشجي وذو النبرات يعني اللي كيعزف الكمانه في العود راه عاد وصافي كلكم تبارك الله عليكم بكل صراحه. سيدي محمد نعم تفضل اخي انا عطيك سؤال. سيدي محمد او لا سيدي خالد تبارك الله عليك خالد تكلمنا المرحله ديالك اللي بديتيها من مثلا دخلتي للحياه العمليه ملي تخرجتي كاستاذ فعلا في يعني في ملي كنتي واقيلا في الناظور واقيلا ياك اول تعيين ديالك فين كان سيدي؟ واحد وزان نعم واحد وزان كيفاش كنتي يعني وظفتي الفن ديالك في ديك المناطق النائيه او لا؟ وتكلمنا على شويه نعم صح نعم بكل صراحه ان الوظيفة كانت حاجة العطرة أمام تحقيق الطموح ديالنا كفرقة مصباحية، وأمامي أنا كذلك بصفة شخصية. علاش؟ لأن رغم أني تعينت في الجبال في الناحيه ديال الشاون، ويكفي انك تعرف اني كنت باش نوصل للمركزيه كنت كنضرب تقريبا 24 كيلومتر ماشي مع الاقدام 24 كيلومتر، وعاد ننتقل من سميتو من المركزيه الفرعيه عاود تحديت ولا حرج. فهذا كان هذا فصلني نوعا ما وبعدني على المعهد الموسيقي ماشي وكنت كنمارس الدراسه ديالي، كنت كنتابع الدراسه ديالي في المعهد الموسيقي، وكنت في المستوى الخامس لا بالنسبه لسميتو الكمال ولا بالنسبه لهذا السولفيج. وكنت عرفت انا هذه المشكله على السيد الشراب الله يرحمه، وتكلم مع السي شعيب الله يطول في العمر والصديق ديالنا والاستاذ الكبير وعازف الكلارينات الاول في الشمال هنايا، لان لا ضير لهم من ناحيه في الحقيقه من ناحيه ديال الديسيفراج وديال الاداء على اله الكلارينات. الله يجازيه بخير هذاك عطى بقى يحاول يعطيني دروس في السولفيج يوم السبت، يعني دروس خصوصيه في المعهد الموسيقي. كنت كنشد الكار من الشاون
ونهود سميتو الوزه وزرت الشبر الكار، كنوصل تقريبا مع الخمسه ديال العشيه، غير كنوصل في المحطه كنتجه مباشره للمعهد الموسيقي، نمشي عند السي شعيب الله يجازيه بخير، كنجبدو كيتسناني وكيعطيني الحصه ديالي في ماده السولفيج. واستمريت تقريبا ديك الثلاث شهور الاولى على هذا النمط هذا، لكن لما كيبرد الحال والنهار بقى كيقصر كان كيصعب عليا، وبالتالي بقى كيطيح الثلج وتكثر في الناحيه ديال الشاون شويه صعيبه من الناحيه ديال الطقس ديالها في البارد، المعروف عليه انه بارد جدا وكطيح الثلج تكثر كم الثلج ديك المنطقه، فصعب عليا انني كل مره نجي حتى العرايش. فوقع واحد النوع ديال مؤقتا ديال الانفصال عن متابعه الدروس، ماشي مؤقتا لان ابديه، لان من تما وانا لبقيت تقريبا 13 سنه في الشؤون. المهم لكن هذا شنو هذا خلاني ان نفصل على جوق المعهد الموسيقي ونكون فرقه خاصه بيا. عملت فرقه خاصه بيا، في الاول كانت اندلسيه شعبيه محضه اندلسي، وبالتالي الاغاني ديال عبد الصادق شقاره وغيره كنت انا متميز فيها، فاستمرينا على نخدموا حفلات وكذا الى اخره. فهذا طورتها شي شويه، ان لانه استفدت من 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 الخبره ديال الاخ ديالي السيدي محمد، لان حتى هو قلت لك انه كان عنده صوت شجي ورخيم، وكان كيحفظ اغاني ديال ام كلثوم ما شاء الله، وكيأديها بواحد الشجن وبواحد حرفيه عاليه. فانا قلت علاش ما حتى هو نستافد منه ونعود نديرو غير الاندلسي بوحدو، نديرو حتى العصري يتولى هو هاد المهمه هذه. فضميت الفرقه ديالنا كعازف كامل اولا، عودنا شرينا الكمال من القصر الكبير باين لك يا اخي الاخ، ونضم الفرقه. عاود كذلك عملنا كان ديك الفتره هذيك شهر في بقى كي واحد اللون بقى اصبح متداول ومعروف ومطلوب عند سميتو في الحفلات الخاصه والعموميه، هو ديك الاغاني ديال الكنار والاغاني ديال البقالي وقيلا مراكشي طبعا، وبطبول ونجوم بارغون تماما. فاسدي احمد كان عنده ميول وكان كيهتم بهذا النوع هذا، فدخلت الفرقه تاع الله وبقى كيتكلف هذا. حنا قبطنا وعملنا واحد النوع ديال تطوير الفرقه، من بعد ما كنا كنجلسوا جلسه هكا اندلسيه بجلالب وكذا ونديروا الموسيقى الاندلسيه فقط، خلينا الاندلسيين للفرقه ديال التقليديه ديال السي احمد الطوض الله يجازيه بخير الاستاذ ديالنا والقيدوم، اللي انا كنبوصل راسو الى يومنا هذا فوق ما تلاقيتو، واللي عنده فضل علينا الصراحه في حفظ الموسيقى الاندلسيه. كيكون ديرنا فرقه عصريه بقينا كنجيبوا الالات، بقيت كنستقطب المواهب العازفين الممتازين، كنكون ماشي في شي حفله ونشوف شي واحد متميز كنعيط لكم نقول له اجي تنضم، كيقول لك انا بالسعاده عليا نضم لكم الصباح، كنضمهم كنسقلهم شويه كنخرجهم، كيكونوا كيديروا غير الشعبي وكذا، كنعطيهم كيبقاو يديروا سميتو يعزفوا الشرقي بواحد المهاره عاليه. ودابا هما منهم احمد نسيت السميه ديالو، احمد سميتو دريوش احمد دريوش وعصام ياسين راه هو عصام وعصام الله يذكره بالخير، هذاك التلميذ ديالنا والولد ديالنا اللي كنحبوه وكنقدروا فيه شفيق يعني عازف باتري من الدرجه الاولى. ثم عندك شفتو في واحد الحفله في باقي كنعقل في القصبه، انا جاب الله غير كي جالس هو ستيتو صغير في العمر ديالو شنو نقول 13 ولا 14 سنه، وهو جالس على الباتري، انا جاب الله بغى يتصور بالباتري، ولكن منين بقى كيعزف واحد المهاره ما تصورش منقطعه النظير. بقيت كنتسنى حتى سي عيط له قلت له اجي وليدي
ما تجيش تخدم، كتعرفني؟ قال لي الله يودي، انا كنعرفك تصب مصباحي. قلت له جيت تبقى تخدم معنا؟ قال لي نجي فوقاش. قلت له جي غدا ان شاء الله مع العصر. والله مع العصر كان واقف باب الدار وجبتون هنا يبقى كيدرب معنا، ومن ثم انطلق. من بعد كان كيعزف غير الشعبي، دابا ولا كيعزف الخليجي، وكيعزف يعزف الشرقي، ويعزف المغربي، وبقاو كيدرب معنا هنايا، وكيجبرنا ان كنديروا ديك الاغاني. وهذا هو متعطش للاخذ والمعرفه وهذا. وصبح تبارك الله دابا راه هو كيخدم في حب في هذا سميتو في مع احسن الاجواء النوادي الليليه، في النوادي الليليه الكبرى في سميتو في اكادير وفي طنجه وفي مراكش ولا هادو كاملين الحمد لله. ولكن الى يومنا هذا اللي كيتلاقاونا سميتو اخي شفيق. شفيق 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 ما عرفتوش شفيق. هذا شفيق راه ساكن حدا المرشي، راه عاتو في الوالد ديالو هادي مات. الوالد ديالو عاتو في دابا الاسماعيلي ديال ما اسماعيلي شفيق خلدي خلدي ماشي من ماشي من العائله الخالدي، ماشي ديال سي عبد السلام. لا 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 ايوا لا لا الوالد ديالو توفى هادي شي شهر واقيلا، ما كان شي شهر هادي باش توفى. ايوا رحمه الله عليه مسكين الله يعني. نعم واصل اخي واصل. هاد عملنا هاد الفرقه هادي وبقينا ومشينا بها الحمد لله، وجبرنا وكسبنا اكتسبنا جمهور وجمهور عريض، وبقينا الحمد لله. حد ما كنجبروا ما كنقدروش نديرو في الصيف الصراحه. مو كان معنا السي ما نساوش ما نذكروش السي هذاك اللي توفى كان كيضرب معنا الجيتار، شو سميتو؟ الله يرحمه الراقي. الراقي رحمه الله الراقي عبد المؤمن. وعبد المؤمن دابا راه في انجلترا. على اي حال هذه النخبه هذه كامله تبارك الله كانت كتضم، او هذه الفرقه كانت كتضم اجود العازفين في المدينه ديال العرايش. ايوا ولكن قال لك كل اجل كتاب، دوام الحال من المحال. فكل واحد الحمد لله انطلق وشاف الميدان ديالو وشاف بعيد، خصوصا الدري ياسين عازف الاورغ راه هو يعتبر. يكفي انك تعرف ان جا هذاك حسين الجسمي، حسين الجسمي وداه معاه، قالوا له كان محتاج شي عازف اورغ وداو هاد الدري هذا ما شاء الله. قال لهم عرفتي هزوا القبعه، قال لهم انا ما شفتش شي عازف اورغ بهذه المهاره ديال هذا الشاب هذا. وبقى كيديه معاه سميتو للخليج، كيدير كيحيي حفلات، مشى لتركيا عاود كيطلبوه من تركيا كيفاش يحيي حفلات ما شاء الله. ولكن فوقاش ما يهضر معايا يقول لي نرجع الفضل لكم انتم الاخوان الصباحين اللي كنتوا. انا كنت اول مره جبرت في القبيبات مع الفرقه ديال سميتها الاندلسي، شنو سميتها؟ الرابطه، جوق الرابطه. اه وكان تبارك الله عليه ماهر. والمهم استقطبته حتى هو بقى كتعلم. على اي حال كانت هذه هي اهم نقول لكم المحطات ديال الفرقه الموسيقيه. حنايا الحمد لله الاخ دابا هو تبارك الله اصبح ملحنا، والالحان ديالو الله عليه بقات كتجود هذه كيتجاوبوا مع الاخوان، وحصل له واحد النوع من القبول عند السماعه. الله يوفقه السي محمد تبارك الله عاوتاني في الميدان ديال سميتو ديال التنشيط على مستوى النيابه، كان مسؤول في احد الاقطار تما التنشيطيه والحلقات الدراسيه، وبالتالي ترسل واحد النوع حضور في الالقاء، وبالتالي كان كيختم يشارك في حفلات واخا يبعد احيانا كان ياخذني معاه كمان بعض المهنة اول هذا التقاعد. ايوا وهكذا والحياه مستمره. هي انتقلوا عاوتاني سيدي محمد، لان محمد كنعرفوا من انشط رجال التعليم بحالكم كلكم، انتم كنتم مفخرين رجال التعليم بكل صراحه. ماشي رجل التعليم هو اللي كيعمل ديك الوزاره البيضاء
ويدخل الطابلو ولا كلاس ولا يعني العمليات التعليميه كلش، ولكن هذا تبارك الله عليكم انتم كاساتذه كنتم منورين، كنتم كتعطوا واحد النظره جميله بالنسبه لرجل التعليم كناس عندهم واحد الذوق رفيع في الفن وفي العمليه التعليميه التعلميه ديالكم. انتم قريتوا اجيال الحمد لله وخدمتوا بالضمير ديالكم، وهذا مشهود لكم، والانسان اللي الله تعالى سبحانه هو اللي كيجازي اي واحد. انتقلوا لسيدي محمد ونشوفوا يعني الانشطه اللي كان كيعملها في نيابه مدينه العرائش. الانشطه هو بما انه فنان ورجل تعليم يتكلم على شويه على ديك يعني الصوت الشجي ديالو يعني الاداء الجيد بالكمان ولا بالعود وكل شيء، ما ما شاء الله عليه. تبارك الله على سيدي محمد. الله يبارك فيك سيدي محمد عكميم. يلا خي يلا الحبيب. نعم اخي نعم. اول الحديث له شجون يعني. نعم. دابا عايشين دابا الاخوان كيسمعوا، حنا عايشين كنرجعوا بهذا بالذاكره ديالنا الماضي الجميل اللي زعما عشنا فيه زعما في الاجمل بديك المجموعه ديال الاخوان والاعضاء اللي كانوا كيشكلوا ديك اللبنات الاولى ديال ديك الاجواء اللي كنا كنكونوها انا والاخ. المهم انا بالنسبه لي البدايه ديالي، انا كما قلت انا سابقا، انا الاخ ديالي السي الخليل كان هو ديك الواجهه اللي كنت كنتخبع منه، يعني الا فاز بما ان احنا غادي نفوزوا كاملين، كان طاح راه غادي يكفينا من ما يمكن يحدث الاصابه، ولكن الحمد لله هو شق الطريق، ولكن كنا حنايا في تبعه، كان هو الواجهه ديالنا وتبعناه ومشينا في المسار ديالو، غير انما واحد اختلاف بسيط. الاخ بالنسبه للخيس خليل يعني كان عنده واحد التكوين اكاديمي، يعني انه تسجل في المعهد الموسيقي واستطاع انه يساير وحصل الحمد لله على واحد المستوى عالي، هذا في الموسيقى لا من ناحيه ديال السولفيج ولا من ناحيه ديال العزف على الكمان، والان على آلة العود، وهو توا عضو في واحد جوق ديال عشاق العود على ما اظن، يعني في المعهد الموسيقي، واخيرا راهم شاركوا في الايام الثقافيه ديال المعهد الموسيقي، وكان عنده بالنسبه لي وكان عنده واحد الحضور كبير لا من ناحيه ديال الصوت ولا من ناحيه ديال العزف. بالنسبه لي انا ما كما قال كاين واحد العامل ما خلانيش تسجلت، فعلا تسجلت في المعهد ولكن ما كملتش، يعني الظرفيه اولا ديال الدراسه ما خلتنيش، ثم ايضا من بعد التعيين عاوتاني التعيين في الباديه انا ما استطعتش باش نكمل، ولكن هذيك البدايه ديال الطفوله ديالي وبالاخص من الاخ دخل المعهد بقى ديك الثقه اللي عطيناه في المعهد الموسيقي من خلال المرحوم المدير ديال المعهد انذاك المرحوم الموسيقار سيدي دري الشجرادي الله يرحمه. كانوا كيخللوا الالات، كان كيجيب بواحد الحريه يمكن يهز الكمان من المعهد ويجيو، ما كاينش اللي يقول له النظام عندنا. هذيك كان ديك الشيء راه كان مرفوض انك باش تاخذ الاله من المعهد، ولكن بالنسبه لي المكانه ديالو كان خلات كل شيء تيق فيه كيجيب، ملي كيجيب ديك الاله للدار كنخلي هو كيخرج وكنمشي نفتحه وكنبقى نزغن نزغن. المهم حتى بقيت كنتمكن، بقيت مع كنت كنلاحظوا هو كيفاش كيدير، بقيت كنتمكن من الاله. المهم الا بغيتي تقول كنت عصامي، كنت نوعا ما عصامي في العمليه ديال هذا ديال يعني الاتقان ديال العزف ديال الكمان، وايضا حتى بالنسبه للعود العود هاد الملكه هادي انها نفعتني فيش، نفعتني في المجال ديال المجال العملي. ملي دخلت المدرسه كنت من بين الاساتذه اللي هما بارزين، لحد ان واحد الاخ من المديرين قال لي السي مصباحي زعما اش غادي نقول لك، سبحان الله العظيم المدرسه اللي كتدخل الليله كتدير لها اشاعه، حيت المهم باش كنت ندير الاشاعه بديك الانشطه الموازيه نعم كنسميوها الحياه المدرسيه. ملي كنقول الانشطه الموازيه راه ماشي غير الموسيقيه، راه كتكون فيها الموسيقيه، فيها مسرحيه، فيها حقوقيه، تربيه على المواطنه، فيها مثلا ما هو الاجتماعي، مثلا بالاخص التكريمات، ما هو تربوي، ما هو المؤسسه،
وتل طبعا هو القالب ديال التربيه هو اللي كيتصدف على كل شيء، على جميع هذه المجالات، المجالات ايضا الاجتماعيه، خاص ملي كيكون عندنا شي واحد مثلا في المدرسه كيكون غادي يتقاعد، ضروري من ينوض المصباحي ويعدل واحد البرنامج متكامل يعني بجميع الفقرات ديالو، وكتحضروا له كيحضروا له نخبه وازنه سواء على مستوى المديريه، المديرين، المفتشين، المهم بقيت كنظهر على مستوى الاقليم. واحد المرات تعملت واحد المباراه ديال الاخوان، لان كانت النيابه كانت بقاو الاطر بقات كتقلل، المهم بغاو يزيدوا يطعموها، المهم داروا واحد المباراه، هذيك المباراه شاركت فيها، شاركوا فيها واحد العدد كبير، المهم بقات العمليه ديال الاقصاء حتى بقينا 12. المهم عملنا واحد المقابله، انا كنعقل المقابله اللي عملوا معايا في النيابه، المهم طبعا كتعمل السيفي وكتعمل ديك الرساله الفيزياء، يعني علاش اخترتي مثلا هذا وشنو النظره ديالك في الافق انك تطور النظره التنشيطيه ديال الانشطه داخل النيابه. المهم عملت انا ديك السيفي، عملت ديك الرساله الفيزياء، ثم انا كتختمها بواحد المقابله، كيحضر حضر معايا واحد المفتي الجهوي نذكروا بخير، واحد جوج ديال النواب ديك الساعات وربما وقيله ديال الشاول وديال تطوان زائد المهم درت ديك المقابله صافي فز، دخلت مباشره، دخلت اخترت ديك الساعات كان القسم ديال الحياه المدرسيه الله كان فيه هذا الأستاذ أرهون الله يطول في عمره ويصحى العافية، هذا كان هو الأستاذ ديالي اللي خديت عليه، يعني كانت عندي مسائل ديال الموسيقى، ولكن بالفضل ديال ديك الرجل هذاك الله يطول العمر أنه استطعت من ديك الموهبة أنه بغيت نكونها وأقلمتها مع المجال ديال التربية داخل النيابة. طبعا انه هو جعلني تمكنت من الدواليب ديال الاداره، بقيت كنعرف الاداره شنو هي والاسرار ديالها والطريقه كيفاش تكون لي اداري ناجح. طبعا الفضل كيرجع لهذاك الاستاذ اللي كان هو رئيس المكتب ديال الاتصال والانشطه بديك اللحظه. المهم كان اهني من بعد ما شبر التقاعد من بعد سنين طويله كنتمناها له، شبرت انا المسؤوليه، شبرت المسؤوليه ووليت من بعده طبعا بالهدف رئيس قسم حياه مدرسيه، وليت اهلا عندك المسؤوليه اللي تحملتها، وليت عاوتاني في الاتصال والانشطه، المهم طورت ديك المجال، وليت مشرف كنسق على مستوى المستوى الاقليمي ديال الملفات، ملف حقوقي، ملف مواطنتي، ملف الانشطه اللي كتكون اخص موازيه، الحفلات ديال التميز اللي كتكون في اخر السنه كيكون الحفل كبير، المهم انا اللي كنتكلف بالمسائل ديالو الفنيه والفقرات ديالو كنسهر عليها. سيدي محمد وليت بارز، ولكن شكون اللي فادني في هذا المجال هو الموسيقى، يعني هذيك الموسيقى فادتني كثير، كنت متميز فيها من العزف على اله العود واله الكمان، اننا جعلتني ان بقيت كنعمل بقيت كنالف، بقيت بما اني انا في التربيه بقيت كنعمل الكلمات ديال المجموعه ديال الانشودات وطنيه في هاد المواضيع هذه اللي ذكرت، وكنلحنها وبقيت كنحفظها للتلاميذ، وبعدنا كنا كنشاركوا بها في واحد المجموعه ديال المهرجانات اللي كتكون مهرجانات اما محليه او جهويه، المهم مشينا بعيد الحمد لله مع الوليدات، واستمرينا في هذه المسؤوليه، سايرنا من خلالها واحد المجموعه ديال النواب والمديرين الاقليميين اللي كنحييهم من هذا المنبر، اللي في الحقيقه استفدنا منهم، وفي الحقيقه كانوا وضعنا في واحد المحل ديال الثقه، يعني كانوا الثقه ديالهم حاسين على انه وضعناهم في واحد ايدي امنه، الحمد لله كان عندنا كانت عندنا واحد الحب، كانوا كيحبونا وحنا كنحبوهم، بدءا بهذا بالاستاذ الكبير الله يذكره بخير سيدي شبلي شبلي تبارك الله، احسن نواب اللي دازوا فعلا هذاك اول نائب شهاده لله في المديريه الاقليميه، ثم من بعد منه جاء النائب الاقليمي الله يذكره بخير عاوتاني عزيز علينا عبد الجليل، سيدي عبد الجليل بن عبد الهادي، عاوتاني مسكين عاوتاني
عطانا المكانه ديالنا داخل النيابه. من بعد منه جا المحبوب عاوتاني ديالنا والاستاذ الكبير ناجي شكري عاوتاني حتى هو عاوتاني درنا نعم. المكانه ديالنا معاه والمقام ديالنا معاه. ثم من بعد سي ناجي شكري جا واحد الفترة فاصلة ما بينه وما بين سي كريم سي مصطفى العباب اللي كنحييه حتى هو من هذا المنبر حتى هو عاوتاني مصطفى العباب نعم الصديق ديالي وخدمنا انا وياه واحد المجموعه ديال الملفات المجال ديال التنشيط يعني كان الصدى مازال كيتردد لحد الان على مستوى العرائش مستوى القصر الكبير. ثم من بعد سي العباب جاء الاستاذ اللي هو المدير الاقليمي الاخير اللي ختمت به المشوار ديالي داخل المديريه الاقليميه التربيه والتكوين بالعرائش هو سيدي محمد كاليل عاوتاني ما نساوش الافضل ديالو ما نساوش عاوتاني هذيك القيمه ديالو التربويه والانسانيه والاجتماعيه داخل المديريه الاقليميه. نعم والحمد لله حظينا بالثقه ديالهم وفي الحقيقه منين خرجنا من النيابه بحال الكثير من الاخوان لا من ناحيه لا من مديرين ولا من مفتشين ولا من رؤساء الاقسام ولا من مكاتب ولا من الاخوان في المديريه العامه ديال الامن الوطني كاملين الحمد لله ما صحوش بينا وخلينا معهم الصيت والحمد لله مازالين كنعيشوا على ديك الذكريات معهم. نعم تفضل عليك انا نزيدك. نعم المجال ديال الموسيقى كما قال الاخ اننا ديك الاجواء قلنا كنا كنتقاسموا في الادوار اننا ارتقينا بالمفهوم ديال الجوق الموسيقي من بعد ما كان غاز شعبي هذا هو المألوف اللي كان هو روتيني في البحث الاندلسي وكان شعبي ولكن حنايا بالفضل ديالنا اننا طورناها صحنا مجموعه ديال الالوان صح مجموعه ديال الالوان انا كنسمع مزيان كنسمع في العزف كنبداو بالوصله الاندلسيه ثم الشعبي ثم كنختموها بالعصري هذاك العصري فيه جوج ديال المدارس كما قلت سابقا كاينه المدرسه المشرقيه ثم المدرسه المغربيه بالطرب الشرقي وطرب المغربي والحمد لله الحفلات ديالنا اللي ما كانتش حفلات اجتماعيه بل كانت حتى حفلات اشاعيه على مستوى الاقليم كنا كنشاركوا في مهرجانات كنا كنشاركوا في الاعياد الوطنيه كمثلا الاعياد ديال عيد الشباب اعياد ديال عيد العرش خصوصا في عهد المرحوم المغفور له جلاله الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه بالذكرى ديال 3 مارس والعيد الشباب طبعا عيد العرش عيد العرش طبعا وكنا كنخرجوا للفضاء كتكون سهره عموميه يكون الجمهور حاضر في ساحه التحرير وزعما الزمن الجميل يا اخي زمن جميل بالوصلات ديالو وطنيه وغير وطنيه وما الى ذلك. سيدي محمد انا في كل صراحه انت كنت متميز من يعني التمييز ديالك اللي خلاك بس يعني ترقى وتاخذ واحد المسؤوليه على عاتقك في المديريه الاقليميه في مدينه العرائش في مجال ديك الحياه المدرسيه وكنت بطبيعه الحال متميز لان كنحضر لك جميع الحفل يعني الحفلات اللي كتقوم اللي تقام في المدارس او في الثانويات او الاعداديات كيكون الا وسيدي محمد حضر فيها ومن هذا في هذا الباب كان ان شاء الله ما رحمه لا في الاول سنه الدراسيه غيكون عندنا واحد التكريم كان عندي غيكون هذا العام ولكن انا اجلته نكون ان شاء الله مع الانسه مع الاخت انسه الحقاق نعملوا التكريم حنا وياها مشترك وغتكون ضيف عندنا ضيف طبيعه الحال شرف ضيف فوق العاده ان شاء الله رحمه الله. نعم ان شاء الله نعم ان شاء الله نحضر ونساهم ان شاء الله ما راح ان شاء الله نعم. على شرف سيدي نعم. سيدي محمد اقميم واخا ننتقلوا للاخ احمد الموجود في سويسرا في الديار السويسريه يتكلمنا حتى هو عاوتاني على الحياه الفنيه ديالو في الديار في الديار الاسبانيه بعد الديار السويسريه تفضل اخي احمد. بالنسبه للمسار ديالي اللي بغيت نشير ليه على ان
انا تبعت قلت لكم في الطريق ديال الاخوان ديالي، فانني كانني تسجلت في المعهد الموسيقي وتابع الدراسه ديالي تما بجانب الدراسه يعني العاديه المدرسيه الدراسه الموسيقيه في عهد دريش الرادي. فدخلت تعلمت آلة الكمان وكان الاستاذ ديالي هو السي احمد فراجي الله يذكره بخير، وآلة الباتري على يد المرحوم السي المختار. ولكن آلة العود وآلة الكمان يعني انا تعلمتها في الدار على يد الاخ ديالي. علاش؟ لان في المعهد الموسيقي كانوا كيعلموك الطريقه الكلاسيكيه، وحنا الميول ديالنا ميول شرقي عربي محض، فالربع صوت يعني كان كيفقدوه جميع اللي كيدرسوا في المعهد الموسيقي، فهمتي؟ منهم مثلا الحسين نيوة تعلم تما في المعهد الموسيقي وخد البري دونور، ولكن ما كانش عنده يعني الربع صوت باش يعزف الاغاني الشرقيه، فهمتي؟ ومجموعه. فحنايا هاد الميول ديالنا يعني جعلنا اننا نتعلموا الالات في الدار عن طريق الاخ ديالي، لان الاخ ديالي كان عنده واحد الحيس والطريقه ديال العاز والرباع وكذا كان متمكن منه. فتعلمت انا اول سكال موسيقي خديته على يد الاخ ديالي سيد الخليل، لا في العود ولا في الكمان. فبجانب الايقاع وليت كنعزف الكمان ومره العود وكنغني في الفرقه. هذه حاجه. ثانيا هذا ساعدني في الدراسه بحيث انني في جميع المسار الدراسي ديالي كنت كنشارك في انشطه مدرسيه، في عيد العرش، في عيد الشباب اكسيتيرا اكسيتيرا. فلقيت تشجيع من الاستاذ المرحوم الورياغلي مصطفى الورياغلي اللي شجعني بزاف، كان هو هذا هاوي الفن والاستاذ اللي يعني فقدت يعني الاتصال به، وكنتمنى انني نتلاقاه مره ثانيه، هو الاستاذ هاروف الفكر الاسلامي. فاستاذ هاروف يعني كنا انا وياه كنتكلفوا بالانشطه في التجاريه في الثانويه ديال مولاي محمد بن عبد الله، وانا وياه كنا كنلحنوا قطع باش نشاركوا بها في الحفلات الوطنيه. ومن بعد القطع اللي لحنها هو وكتب الكلمات ديالها يعني في الوقت اللي كانت المعاهده ديال المغرب العربي اللي كانت في مراكش، وباقي حفظها يعني عن ظهر قلب، كان لحنها هو وضع الكلمات ديالها هو وسنين سجلها باش ما تضيعش. وكنت لحنت انا يعني الشعار ديال ماشي شعر الشعر ديال ابو القاسم الشابي، اول لحن درته انا اذا اليوم نحن اردنا اللحام فلا بد ان يستجيب القدر. هذا كان لقاه المرحوم الحسن الثاني في المؤتمر القمه ديال مراكش، كان بدل له الكلمات شي شويه لانه هو الشعر ديال ابو القاسم الشابي، والحسن الثاني المرحوم حسن الثاني كان بدل له شي شويه فقال اذا اليوم نحن اردنا اللحام فلا بد ان يستجيب القدر. يستجيب القدر بدل لي ولا بد للليل ان ينجلي ولا بد للحب للقيد ان ينكسر. فكنت اول قطعه انا لحنتها في المغرب، وكانت لقات واحد تشجيع كبير في سميتو. كنا لقيناها في مسرح اسبانيا، وكان بحضور عامل بوسيف ديك الوقت، وحضور يعني واحد الجمهور كبير، ولقات واحد ترحيب واحد تشجيع. من بعد كنت قبل ما نخرج انا لاوروبا عاود لحنت واحد الاغنيه ديال المسافر، يعني اغنيه مغربيه محضه طريقه مغربيه فحال على المنهاج ديال عبد الهادي بالخياط والدكالي والحياني الله يرحمه. هذه ثانيا. واللي زاد انه يعني نمالي شي شويه الموهبه ديالي يعني الدراسه ديالي في فاس، حيث انني سجلت في المعهد الموسيقي في فاس في ايام عبد الكريم الرئيس المرحوم عبد الكريم الرئيس، يعني كان رجل رحب بيا بزاف. تلاقيت خلالها بالحاج محمد بوزوبع اللي كان عنده واحد البازار كبير تما في اكبر شارع في فاس،
وكان هو كنت مره في مكان زورو زعما كيعرفني انا من الشمال وكيحبونا بزاف يعني كان كيرحب بيا بزاف وكان كيعطيني قلم ديال القصائد الملحون يعني كان عنده واحد المجلد هكا كبير كيوريه لي كيقول لي ملي تبقي شي حاجه اجي عندي ندير لك فوتوكوبي وديه فهمتي حيت انني حفظت اول واحد حفظ كانوا مازال عاد كيتمرنوا عليها ومازال ما تسجلتش في الاذاعه هذيك القطعه ديال لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله حفظتها انا قبل ما تسجل فهمتي وكان عندي الكلمات ديالها بحيث انني في الحفلات بحيث انني في الحفلات كنت اول ما كنبداو الحفله كنبداو بها هي نعم هذا هو وكنت تلاقيت عاود الشيوخ الملحون اللي كانوا مع مع الحاج بوزوباع الله يرحمهم كان بوحمد هذاك الانسان الرجل البصير اللي ما كينشوفش كان كيضرب الكمان جا مسكين طربوش حمار كان كي هكا هذاك بوحمد الله يرحمه مسكين وكان حميد الغزاوي حتى هو كان كيضرب السنيطره كانوا هادو اساسيات ديالي في المعهد المستقل الملحون فهمتي فملي كان يقول كيشوفني والله العظيم زعما كهادي باقي كان كيشوفني كيوقف كيقول لي اجي وليدي ويجي يعنقني وبصني من هنا من هنا وكيقول لي جلس قدامي وكيبقى يعطيني الكلام ديال الملحون بحيث انه وكيقول لي ملي تشوف شي واحد ماجي طوي الكتاب وسكت فهمتي يعني كان كيعطيني دروس خفيه على على على, على الاخرين يعني خارج الحصه اللي خصو يديرها المهم هذه المسائل هذه كلها يعني ساعدتني باش كنت كننمي الموهبه ديالي لان كان الميول ديالي انا الميول الشعبي وميول ديالي حبا للتراث المغربي فانا الملحون يعني مي كنسمعو كنسمع الكلام ديالو الزجل ديالو يعني ما تصورش يعني كنعيش في وسط منه والالحان ديال الملحون يعني في تنوع المقامات لان القصيده ديال الملحون يعني ما كتمشيش في مقام واحد حتى الاخر لا المقطع الاول كيمشي في مقام ويقلب المقام اخر ويقلب المقام اخر وينتقل المقام اخر حتى يوصل للنهايه حيث انه كيبداو يحيحوا بحال اللي نقولوا حنايا فهمتي هذا ثاني والتقاء ديالي عاود بمحمد المراكشي الله يطول في عمره والعسري كان يعني من يعني في هذاك في الوقت ديالو كانت يعني الاغاني ديالو يعني في المغرب دايره حاله قبل الظاهره قبل الظاهره ديال الهيب هوب والموسيقى الاغاني الجديده والكنار اللي كانوا كيضربوا والكنار يعني اللي كانوا كيضربوا به المثل يعني كان من احسن المغنيين ديال الشعبي لا الشعبي العصري يعني اللي لان اليوم ما عرفش واحد في فاس كيعيطوا له الطبيعي لا ما نعرفوش انا هادو المغنيين معايا في اقليم بولمان توفى مسكين مؤخرا كان في عنده الصوت جميل هو كيشارك مع العسري كيمشي مع الاجواق فاس تسمى الطبيعي محمد طبيعي وكنت شاركت عاود كذلك فاس كنت شاركت في واحد النادي سميتو نادي زرياب خاص بالاغاني الشرقيه والموشحات نعم فكنا كنديروا كل سبت كيديروا حفلات نعم يعني حفلات وكانوا كيعرضوا عليا كنمشي لهم كانوا كنديروا يعني كل واحد كيغني اغنيه ديالو كل واحد كيكون ديال المشاركه ديالو فكتكون جلسه عائليه كنشاركوا فيها وكنت الحمد لله كانت واحد القبول كبير في هذا هو سي محمد صوت دابا انا كنت شادو سيدي خليل غنتقلوا المرحله لان احنا تقريبا غير ساعه ونص بقينا واحد نص ساعه ان شاء الله نحاولوا ما امكن نعملوا تدخل لواحد نعطيكم يعني فين غنتكلموا في هذه الحصه الاخيره وما كرهناش في الاخير الكلام ديالك حملنا شي مقطع غنائي مقطع ان شاء الله من العود ان شاء الله الرحمن الرحيم المهم اخي خليل بطبيعه الحال بعد التقاعد ديالكم بطبيعه الحال وبعد الذهاب الى الزياره الاوروبيه في اسبانيا واش تكلمنا على الحياه ديالك الفنيه سواء في دابا هنا في العرائس المغرب او في اوروبا نبداو معاك انت
مع الله تعطيني واحد يعني تكلمني شويه على حبيبك سي جلول، كلكم عاد تكلموا عليه سي جلول وسي الشرقي. نعم المهم لكم واسع النظر. نعم تفضل اخي. انا خديت واحد، كانت عندي واحد الفتره ديال الاستدعاء الاداري، استدعاء من 2000 حتى 2010، خديتها بالديال الاسباني. هذه المهم كانت فيها بعض اللقاءات مع بعض الاخوان، ندير معهم بعض الحفلات في سميتو في برشلونه في خيرونا. كنت كنمشي مع الاخ الصديق ديالنا العزيز السي العمراني، مع الاخ ديالو السي اسامه، وانا كنت عادل اسامه. نعم عادل اسامه، بعد مهرجانات نعم. دوليه في ملاعب ديال كره القدم، وبالتالي بعض الندوات فنيه ثقافيه هذه كان كيعيطوا لي، كنت كنمشي معاهم، وبالتالي انا كنت كنعيط لهم عاودهم عاودني كناخذ انا شي حفلات، كان بعض نعم. الحفلات التنقليه في هذا كنت كنجيبهم انا معايا نطعم بهم الفرقه نعم. ديالي. هذه كانت هذه الفتره ديال 10 سنين. لما رجعت 2010 تلاقيت مره اخرى كاين شويه ديال الصدى، انضميت للجوق للمعهد الموسيقي بالجوق الاندلسي برئاسه الاستاذ احمد الطود، وخديت تما سميتو كونترا معاهم سنويا مع الاخوان لمده ديال شي 7 سنين تقريبا، حوالي 7 سنين. وكانت في المهرجان ديال الموسيقى كانت الاستاذه الكريمة الفاضلة السيدة توريا فريحة، كانت اللي في الحقيقة الاسم ديالها ارتبط بالتاريخ الظاهر ديال المعهد الموسيقي في مدينة العرائش، بحيث هاد السيدة هذه تعمل ليل نهار على الرفع بالمستوى الفني والراقي، لا من ناحية ديال الأكاديمية ولا من ناحية الفنية ولا من ناحية الإدارية ولا من ناحية التربوية في هذه المؤسسة هذه. فكانت كتخلق لنا، كنحييها من هذا المنبر هذا، اللي في الحقيقة كنا كنتعاونوا معها وكانت كتعاون معنا وكتفتحنا الآفاق، الله يجازيها بخير. كانت كتعمل هذا اليوم أو الأسبوع الثقافي ديال الموسيقي بعد في المعهد الموسيقي، وكنت كتفتح لي الله يجزيها بخير المجال اني انا نفتتح المهرجان فنيا، كنت كتعطيني يوم كامل بوحدي، كنجيب الفرقه ديالي اللي اسست، عاود اسست فرقه اخرى جديده، كانت عندنا نقول لك الفرقه الاولى نسيت ما قلتلكش الاسم ديالها اللي هو الماس، فرقه الالماس، والفرقه الثانيه زودت الالماس ولكن بقات هي في اطار ديال الدولار، سميتها لآلئ، فرقه لآلئ للفن الاصيل. فكنا كنديروا هذاك سميتو ديك الافتتاح، وكان كيحظى باعجاب المؤطرين والاخوان الاداريين والاخوان بالنسبه لهذا المشرفين على التنظيم. قلت لك وكان الاخوان حتى الاخ سيدي محمد كان كيمان هو اللي كيفتتح البرنامج بالاغاني الكلثوميه، كنا كنديروا واحد الكوكتيل من الاغاني ديال ام كلثوم، كنشوفوا يعني اروع المقاطع من الاغاني من هنا ومن هنا، كتكون كتربط بيناتهم واحد سميتو المقاميه، وكان وكيفتتح هو هذا. وبالتالي كان غني انا سميتو شويه ديال، لا انا ما كنغنيش انا بقيت كنعطي غير هو هذا سميتو، كنعطيه هو يغني، ولكن كنا كنستقطبوا هذاك بعض الاصوات، اصوات الجميله، كنا نجيبوها اصوات من القصر الكبير، الاخ راه يفكرني فيه سيدي محمد، الاخ شنو سميتو منير ياك سيدي محمد، الاخ منير ياك، كنا كنجيبوه من القصر. المهم استاذ هو استاذ الاجتماعيات في القصر الكبير، عنده واحد الصوت شجي كذلك، فنان وعازف اورغ يعني متميز، وكنجيب بعض المرات كيكون وبين قوسين انا ولادي كاملين موسيقيين،
كاملين موسيقيين. فيصل عندي الاول كان عازف كمان وتعلم سميتو في المعهد الموسيقي ديال كان تلميذ على مصطفى الحردف الله يجزيه بخير الاستاذ الصديق ديالي العزيز. وبالتالي سيد محمد ولدي كان كيدير البيانو ربما عند الاستاذ زكي ربما الا ما خانتنيش الذاكره. وزرياب عنده واحد الصوت يعني لا نظير له في الحقيقه، لا نظير له على مستوى الاسره، اما عنده صوت رخيم وعنده واحد الطبقه صوتيه وفيه واحد فيه العرب العرب بحيث انه الا غنى قدامك لابد انه يشجيك الصراحه هذا ويطربك. للاسف ما بغاش يمشي بعيد، انا عيت عليه قلت له يمشي سميتو يتقدم مهرجانات، ودابا ان شاء الله الى حين الله سبحانه وتعالى ونجي مره وتسمع ان راهو كيأدي بواحد الحرفيه عاليه جدا. ويمكن سيدي محمد خي يضيف لك في هذه القضيه. بنت خي سيدي محمد كذلك فنانه وعازفه كمان وخريجه معهد الموسيقي بالعرايش، وبالتالي هي استاذه في التربيه الموسيقيه في المتنات ديال الدار البيضاء، لان ولد البط كيخرج عوام راه كتعرف هذه القضيه هذه. المهم هذه كانت المحطه تقريبا ما قبل الاخيره مع المعهد الموسيقي. دابا قلت لنا نديروا شي حاجه موسيقيه ياك. المهم شكرا للاستاذه فرحه، لان في الحقيقه قلت لك ان عطات واحد سميتو واحد الجماليه لهذا، وبالتالي ضيع الصوت ديالها في ديال المعهد الموسيقي من ناحيه ديال التكوين ديال الطلبه ومن ناحيه ديال التنظيم ومن ناحيه هذا. شكرا لها، شكرا جزيلا. المهم نهار المنبر كنحيي الاستاذه تورية فرحه ابنت الحي ديالنا تبارك الله عليها، الله يبارك لها في الوليده ديالها وكانت وليدات فنانات بني وتات العباس تبارك الله غاويه واحد لا تبارك الله عليها فنانات عندها بني وتات ديالها تبارك الله عليها. نعم حاجه اللي ما ذكرت لك شيء اني فعلا انا عندي بعض مؤلفات موسيقيه اغاني وما ذكرها الا الاخر كنت كنتسنى سيدي محمد خي يقولها لي، ان الواحد انا يقول انا كندير يثني على نفسي هذه شويه كتجي شويه صعيبه. كنت كنتسنى سيدي احمد او سيدي محمد يقولها، ولكن مادام ما قالوهاش انا نقولها انا. مازال كنا ما جينا للاعمال، مازال ما وصلناش. دابا لا تزكوا انفسكم ياك خذ ديك القضيه. لا تبارك الله عليك اخي خالد فنان اخي ما شاء الله. حنا الطابع ديالنا هو طابع كلاسيكي. نعم كلاسيكيه مدرسه عبد الوهاب مدرسه ام كلثوم مدرسه عبد الهادي بن الخياط الى اخره. عندي قطعه كانت قديمه فيها كنقول فيها مشيت حبيبي وما وليتي وصدت قلبي وما راعيتي ومني ناوي غدري علاش بليتي وشوهتيني كيف بغيتي يا حبيبي دوقتيني مرارة الفراق وحر الشواق وانا اللي كان عودي موراق فيض حليب خليتيني تاي حماق بجروح العماق ودموعي فاتت الحداق وراك الحبيب لكن كيفاش وانتي وعدتيني باش تصونيني وتعميل عديان جيتي اليوم كلمة كويتيني فراق كويتيني تاي حيران حبيبتي غير قولي بعدا فين منك ديك الوعدة والضحكة الزاهية الموردة كانت أمالي ومنايا فين عسل ديك الشهدة اللي كان لي منها عشا وغدا وربيت عليها الكبدة وشفت معاها هنايا مشيت حبيبي وموليتي. هذه كانت أول أغنية كنت كتبتها ولحنتها. عندي واحدة أخرى. يا سلام يا سلام يا سلام. نعم فيها سميتو راح الزمان، هذه هي اللي غنأدي لك دابا.
اسمها تهيميني كلمة وحدة تكفيني يمكن بها تهنيني وبالأحرى تنهيني تفلمي يهدي لي القلب معاني مع طرخ زمان وحلامي ريحا انظم اغاني كلها احساس كلها احساس خيالك سكن في بالي صحايا حتى فلمي اهديني القلب معاني مطرخ زمان وحنادي ريحا انغم اغاني كلها احساس كلها احساس تخيبي انتي فيك دموني زيدي شقايا ومحاني تبني لك في الوهم مبني ملهاش أساس ملهاش أساس يشرق فهمك وجداني وينسى قلبي معانا يا حبيبي يا حبيبي راح
القضاء سوا طلعت بيضاء زيد في عينيني قلبك انتي مرضى حلفة ما تفهميني نجمة عليا في الفضاء سواها تايميني كلمة وحدة تكفيني يمكن بها تهنيني أو بالأحرى تنهيني برافو خي هنيك الوقت هذه كانت ان شاء الله ما راح نكون معك ان شاء الله ان شاء الله تكون ما تكون على حده تكون الا كانت طويله في المونتاج تقدر تقول لك الا كانت طويله في المونتاج على اي حال شكرا انتقل شكرا ونعطيك الكلمه الاخيره من بعد ان شاء الله نمشي ننتقلوا الاخ محمد سي محمد تبارك الله عليك تبنات محمد يعني المثل ديالك في الموسيقى او سكون اتكلم عليه واتكلمنا شويه على سي جلول وسي شقي ومن سي معزوفه ولا كان ممكن ننتقل احمد نعم نعم سي محمد واخا سي محمد بالنسبه ل يعني القدوه ديالي في الغناء طبعا كما قلت لك كاين الفن المشرقي يعني كاين ام كلثوم عبد الوهاب عبد الحليم ثم هنا في المغرب كاين المغربي كاين عبد الهادي بالخياط الدرجه الاولى ثم الحياني ثم مغنيين اخر الدكالي طبعا هذو كاملين كنحفظوا لهم لان هذو مدارس يعني كتسترب كاين بالنسبه المحلي محليا يعني. العريش كان لا ماشي كانت واحد الفكره واحد الفكره كنت بغيت نقولها يعني مشات لينا كنحاول نذكرها المهم غادي نحاول غادي نعمل واحد طريف لان مضطر باش غادي نقطع كاين الدار شي شغيل دابا نعم واخا نعم حتى الوقت كيزحمنا اخي محمد عندي شي نعم. ما عنديش الاله ماشي معايا ولكن غادي نقصين واحد الفكره هي عجات كما قال نعم. كما قال الاخ كاين الوليدات ديالنا حتى هما يعني تشبك الله عليهم الموسيقى ربما قال الاخ الخليل قال عنده تبارك الله عليه الوليدات كاملين وبالاخص فيهم زرياب اللي عنده واحد الصوت يطرب يعني بواحد وكان صوت معنا في الحفلات اللي كنا كنديروا في الموسيقى بالمناسبه ديال الايام الثقافيه ايضا بالمناسبه ديال المولد النبوي يعني مع الموسيقي كما قال الاخ الاستاذه سوريا كنحييها من هذا المنبر زعما عطات واحد القيمه مضافه للمعهد يعني من خلال هذوك الحفلات اللي كتقام موسميه وكنا طبعا هذا الجوق هذا اللي كان كيتسمى اللآلئ يعني من بعد يعني كان كيشارك بواحد الوصله خاصه اللي يعني بواحد المجموعه ديال الوصلات يعني من خلال واحد المجموعه ديال الفقرات وطبعا كان زريب كان شارك معنا واحد المره كان جا كان تصادف هو هنايا هو وفيصل فيصل حتى هو كان كيعزف معنا بدا بالكمان المهم كانت حفلات كدوز زوينه بالنسبه ل بوجلول الوليدات نعم سي جلول بوجلول الوليدات انا بالنسبه للبنيته ديالي انا كما قال انها كانت مدرسه ديال التربيه الموسيقيه في الدار البيضاء تبارك الله عليها مع العلم انها كانت عندها توجه علمي كانت كتقرا العلوم الرياضيه ولكن خلات العلوم الرياضيه وكملت ولكن الحمد لله مازال كتقرا وخا انها كتمارس المهمه ديال التربيه والتدريس مازال انها كتقرا يعني في هذه الحاله بحال حياه الجبيري حياه بحال حياه الصديقه ديالها دابا حصلت اخي هذه واحد سنتين ولا ثلاثه راه حصلت على الاجازه ديالها في الادب الفرنسي والحمد لله ان شاء الله الله عليها الله عليها الله يعاونها مسكينه
مفخره ديالنا هذيك. نعم مفخره ديالنا. بالنسبه لهذا خالي حبي جلول، هذا راه طبعا راه هو عازف على القانون، وفي البدايه ديالو كان كيعزف على البنجو، كان كيعزف على العود، من العود ولا كيعزف البنجو لان البنجو كان قليل. ثم ان من بعد جات الموجه ان واحد المجموعه ديال العازفين ولاو كيعزفوا على البنجو، ففكر عاوتاني هو في شي اله اللي ما يمكنش تكون عند كيعزفوا بها شي عازف اخر، فاختار القانون. جات واحد المناسبه واحد الفرصه هو كيقتني اله القانون واللي كيتميز بها، كنظن وقيل هو الوحيد لهنا في مدينه العرائش. وهذاك القانون ان استطاع من خلاله انه باش ينفتح على واحد المجموعه ديال الاجواق، منهم المرحوم عبد الصادق شقاره اللي كان كيشارك معاه في هدف، كان عضو رئيسي معاه في هدف الفرقه ديالو. ومن بعد من توفى عبد الصادق شقاره الله يرحمه انه ولا كيشارك مع واحد المجموعه ديال الاكرامي العروسي ثم طنجه ثم السلام ويمكن المهم سي جلول راه هو غني عن كل تعريف. تلاقيتو قبيلات البدايه ديالو طبعا راه كانت من البدايه، حتى هو راه هو من التلاميذ ديال المرحوم سيدي المكي التنوني، هو الشيخ التنوني الله يرحمه، الموسيقيين فده في مدينه العرائش. ثم هو والطود يعني كان كيتعتبر هو الفنان شيخ الموسيقى الاندلسي ايضا بني العرائش سيدي احمد الطاود، كاين كيتعتبروا الاهرام توامين، كانوا كيتعتبروا توامين يعني ما كانوش كيتفرقوا. وهم مع مجموعه ديال الاعضاء في جوق اسوا الرابطه، من الرابطه اللي بقات سكت واحد المجموعه ديال الاعضاء ديالها مسكن منهم من لحبه ومنه من ينتظر ما لاقي احد فهو منه من ينتظر الحمد لله كاين اللي باقيين راه مازالين مساكن. كنتمنى غير انما بعض الافراد كنتمنى يثير واحد المجموعه الافراد منهم راه مازالين مساكن، كنتمنى انهم ياخذوا المبادره ولو انهم يكرمهم محد مساكن مازالين منهم سي علي خنشر الله يطول في العمر هذاك حتى هو مسكين، هذا كنتمنى تكون شي التفاته ليه. كاين واحد المجموعه يمكن ننسى ديالهم. بالنسبه هذا خالي سيدي احمد الشرقي حتى هو عاوتاني كان من هذا الرعيل الاول، كان هو سجل حتى هو شاف المسار ديال حتى هو كيعزف على العود، من بين ديك الرعيل الاول ديال الموسيقى في الستينيات مع سيدي احمد الطاود وسي جلول وواحد المجموعه ديال سي عبد القادر الحريري الله يرحمه سي محمد الطنجاوي مسكين الله تعالى صباحك يبارك في عمره مسكين عيان بزاف عيان. نعم كنشوفوا شي مجموعه اخرى ما كنسيت الاسماء ديالهم، المهم اللي نسيت اللي يسمح لنا الى مطرب عبد النبي مطرب الله يرحمه المكي المكي سي احمد شقاره الله يرحمه مسكين شقاره بخلانطي الله يرحمه مسكين بزاف ديال العموم المكي الله يرحمه نعم المكي واللي اللي توفى مسكين الله يرحمه واللي مازال في الحياه الله يسكي له العمر ويبارك له في الصحه والعافيه. لفتاتي ومن شفتيها الشدى يقطر تسائلني حلوة لفتاتي ومن شفتيها الشدى يقطر في مرجكم تولد
أحمر 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 ورق راق موجته أغنيات ورق راق موجته أغنيات أمن سحره تنبع الأنهر وعزتها ماتيان الجبال أفي سحرها ينقض القدر وهادي المراعي الخصاب أن الوحي في أرضكم معبد أخضر تسائلني حلوة الوجنتين يسائلني طرف الأحور وفي السفح تاه عبير الأباس وفي السفح تاه عبير الأماس وفي ليلنا يسهر القمر أحمر الكلمات ديال الشاعر المغربي عبد الرفيع الجواني القمر الأحمر الألحان الموسيقار السامي طبعا روائع المغربية اللي كان كيعتز بها الموسيقار محمد عبد الوهاب يعني في واحد الفتره كان عبد السلام بنين وعبد الهادي بالخياط وعبد الرفيع الجوهري كانوا زاروا الشرق زاروا القاهره وجا كان عرضوا الاسطوانه عرضوها على محمد عبد الوهاب وسمعها قال له عبد السلام عامر هذا العزف المغربي كلمات مغربيه الالحان مغربيه بمعنى ان العمل متكامل مغربي منين سمع قال له هذا العمل هذا انا كنعتز به وكنعتز به انه يكون في المكتبه ديالي ولحد الان راه مازال المكتبه ديال محمد عبد الوهاب عند الاولاد ديالو مازالين محتفظين بالاسطوانه ديال القمر الاحمر اللي طبعا اللي حنا كاملين كنعتز بها هذا كان مقطع منها سي محمد الوقت ما بقى لناش الوقت بزاف نرجع لك نمشيو عند احمد ونغزو واحد الكلمه الاخيره اللي عاد ندخل اذا الكلمه الاخيره كنتمنى لكم انا بالنسبه لي ولا دابا يا واخا الكلمه الاخيره واحد الاصدقاء ديالك مغزق سكينا المغزق سواء بلف الشهاده ديالكم نعم واخا اذا في الاخير اذا في الحلقه كنتمنى الاستمراريه لهذا البرنامج الحقيقه لانه كيعرف بواحد المجموعه ديال الفعاليات اللي هي خاصه بالمدينه وفي نفس الوقت عاوتاني كيعرف بالمدينه
المدينة العريقة في التاريخ اللي هي مدينة العرائش. وفي نفس الوقت عاوتاني ما ننسوش أننا كنعتز أيضا بالحاضرة ديالنا اللي هي المسقط ديال الرأس ديالنا اللي هي الحاضرة التاريخية العريقة في التاريخ مدينة القصر الكبير اللي كانت هي المهد ديال الطفولة ديالنا اللي منه انتقلنا للمدينة العريقة بحكم أن احنا في المخضرمين يعني الوليد في من القصر الكبير ولكن الوليدة الجذور ديالها عرائشيين ولكن امتزج القصر مع العريش وعطوا هاد الموهبة اللي هي الموهبة ديال الإخوان المصباحي اللي عطاو في المسار ديالهم الفني وكونوا واحد المجموعة ديال الأجيال اللي مازال كتصدح بالعزف ديالها وبالأصوات ديالها في المجال ديال الموسيقى الفنية. شكرا لك سيدي محمد أقميم، شكرا للأستاذة مريم الزمان، شكرا لجميع المتدخلين، شكرا لجميع الإخوة اللي دلوا بالشهادة ديالهم في حق الإخوان المصباحي. شكرا جزيلا، كنتمنى أننا نتلقاكم في شي فرصة أخرى إن شاء الله، وشكرا جزيلا، إلى اللقاء إن شاء الله. مرحبا، شكرا شكرا. ننتقل إلى الأخ أحمد. سميتو كانت واحد النقطة باقي نضيفوها ولكن في وجيزة. واخا نعم، واخا أنني ملي انتقلت أنا ديال إسبانيا من بعد المغرب، يعني كونت واحد الفرقة، أول فرقة في كاتالونيا بالضبط في إقليم خيرونا، كانت هي أول فرقة موسيقية مغربية في ذاك الوقت. علاش؟ لأن ما كانوش موجودين، ما كانش كانوا المغاربة مازال ما كاينلوش الوراق، ما كايناش يعني الإمكانيات، مازال ما اندمجوش في الحياة الاجتماعية في إسبانيا. فأنا الحمد لله بحكم يعني المسار ديالي الفني القديم، يعني استطعت أنني نكون واحد فرقة، كانت هي أول فرقة شاركنا فيها يعني في مهرجانات، وشاركنا فيها يعني في حفلات يعني لصالح مرض السرطان مثلا في كورونا، شاركوا فيها يعني أجواق وفرق عالمية، وبقينا كنشاركوا يعني في حفلات إقليمية اللي كانت يكونها الإقليم، محاولة الاندماج ديال المغاربة المهاجرين في الحياة الاجتماعية الإسبانية. هذه بغيت نقولها. ومن بعد الانتقال عاود لسويسرا في 2011، بحكم أنني ما جبرتش يعني فرقة يعني اللي غادي نشتغل معها في حال يكون في السابق، لأن يعني كاينه مجموعات هنايا ولكن مجموعات ديال ألوان موسيقية اللي ما يعني ماشي اللي ماشي في الذوق ديالك، صافي هادشي اللي كاين. وحنايا في الموسيقى اللي كنديروها ماشي الموسيقى ديال النوادي الليليه او لا، الموسيقى شويه راقيه. فانا كنزاول يعني بجانب الشغل ديالي العادي اليومي، نعم. يعني الموهبه ديالي كنستقلها في الدار، يعني كنت واحد استوديو صغير كندير مرة واحد الزجاليات ولحنهم، تعاملت مثلا مع ابو يحيى، مصطفى ابو يحيى كذلك لحنت له قصيده ديال امي، تعاملت مع الحاج احمد الشرقي فعلا في جميع مجموعه ديال القطاع، فحال سبحان الله، عزائم الرجال، صوت السلام، فهمتي شي واحد المجموعه ديال الاغاني، لان فعلا كانوا في المستوى الحمد لله، وجدوا واحد الصدى والارتباط ديالي والتمسك ديالي بمدينة العرائش. فالعرائش غنيت لها يعني قطعتين، القطعة ديال جوهرة العرائش اللي غناها الفنان حمد شبيبة عزيز شبيبة، والقطعة ديال واش عرفتي باللي هو هي انت، يعني المقصود فيها كان مدينة العرائش. ودابا راه ما كاينه واحد الزجاليه اخرى ديال جوهره الشمال او العرائش تتالم، يعني درتها راه حطيتها في اليوتيوب والانستغرام، اللي كتتكلم على المعاناه ديال مدينه العرائش وبالاخص الامبيكا وما وصلت ليها مؤخرا، ولات مزباله هكا بصراحه، ولات مزباله
يعني اللي جاي يسيب فيها الزبل ولا هذا فكدت واحد الزجاج. ولكن خي احمد، خي احمد غدا راح كنا تنوع من واحد عمل بيئي كبير مع رئيس المجموعه الجماعه ومن غادي داكشي وغيكون خير ان شاء الله. غتخصص 21 مليون ديال الدرهم ننتهي الاولمبيك ان شاء الله في القريب عيو يعملوا لها دابا لها الساسه وكل شيء. هذا هذه كانت يعني الفروتو بحال اللي كيقولوا الاسبانيين الفروتو ديال واحد المجموعه ديال الاخوان من المغرب ولا خارجه ولا تصوبيه كانت عندهم واحد كيديروا فيديوهات وينشروهم يعني كيتكلموا على هذه الوضعيه كذا. فهذه الحمله هذه اللي كانوا داروا يعني حركت شي شويه. المهم اي حاجه اللي... اي حاجه ان شاء الله عملت فيها في صالح العرائش صيفط لي وانا كنشر ان شاء الله الرحمن الرحيم في المواقع الاجتماعيه في مدينه العرائش. واخر كلمه لان الوقت انتهى بس مشي عند مباشره عند الاخ الكبير عند يعني كنوجه لكم الشكر الجزيل هذه الفرصه هذه اللي عطيتوها باش تكلموا على الاخوان المصباحي. فعلا يعني مدة طويلة أننا ما تكلمناش عليهم. الشكر الجزيل للسي عبد العالي الهمداني المسؤول المشرف العام، الأخت سناء مريم الزمالي فعلا دائما يعني كتضحي بالوقت ديالها الخاص والعام باش دير الإخراج ودير التسجيلات وكذا في هذا البرنامج هذا. وفي نفس الوقت يعني صلة تواصل بيننا وبين البلد ديالنا والعرائش ديالنا الحبيبة وجميع العرائشيين. تحياتي لكم جميعا وإلى فرصة إن شاء الله. ومع العلم أننا إذا كنت نتكلموا على سجلات الله خير أحمد الله عليك تحياتي الأسرة ديال الكريمة. سي قلت نتكلموا على سجلوا عادي نخلصوا عادي نديروا له حلقة ديالو خاصة. نعم قلت لك سجلوا عادي نديروا له حلقة إن شاء الله. نمشيو لليزيكوتور عطيتهم لمولاه وما غنخرج لي زيكوتور باش نسمع مزيان. شكرا لكم جميعا تحياتي للعائله بارك الله فيك. شكرا انتقل الاخ الكبير ديالكم السي الخليل فنان كلمه اخيره للاخ السلام عليكم. وفي الختام المهم غادي عندي واحد الاشاره بسيطه ان خالي الرجل المكرم المبجل دي هو الحقيقة شان نقول لك تغديت عليه يده شوية من ناحية الفنية لما كان كيجيب الأجواق الزوق ديال الزوق المتنوعات اللي كان كيترأس رحمه الله يطول في العمر ديالو وكان معه عاود نحبة من أمهر العازفين عبد الأدب الأكاديمي وكان هذا سميته في مصطفى الصحراوي وكان طبعا بعد الحال كان المنتصر الله يرحمه عازف الإيقاع على أي حال. هذه كنت كنمشي للدار والدار ديالو كنت هناك كنت أنا كنقول الفضل أنه لم دخلني معاه الجوق ديال المتنوعات والجوق ديال الرابطة حبيبي سي جلو الله يطولو في العمر. والآن رانا كنمشي من عنده الدار وكان عمله واحد ديو أنا وياه هو بالقانون أنا بالكمان وبالعود وكان كنضربوا مع بعض على عيال. في الختام أنا كنشكرك أنت شخصيا السي محمد أكميم الله يجزيك بخير والشكر موصول أيضا للأستاذة مريم الزمان ولكل الطاقم التقني الساهر على تنفيذ وإيصال هذا الصوت ديال الإخوان المصباحي إلى العموم. والشكر أيضا موصول لكل المتدخلين مباشرين أو غير مباشرين. الشكر أيضا موصول للجميع كنتمنى إن شاء الله أن تتكرر هذه اللقاءات إن شاء الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في ختام هذه الحلقة نشكر الأخ عبد الهادي الهمداني أخت سعاد أخت عفوا سنة مريم الزمان إخوة المصباحي أحمد ومحمد والخليل على سعة صدرهم. وشكرا للإخوة الكل اللي عاملين معنا لكي يتفاعلوا معنا في هذه القناة
إطلالة على الوطن أو نافذة بعيون مهاجرة. وكان نشكر الأخ أخت الإعلامية يعني الطيبة ورقيقة زوج أخ أحمد أستاذة فاتحة. شكرا لكم. شكرا أطيب المنى، وإلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله. كان معكم محمد أكبيم ساحة حياتي العرائش. شكرا لكم. شكرا لكم، بارك الله فيك. الأستاذ عبد العالي الهمداني المشرف العام، الأستاذة مريم الزمان المخرجة، الأستاذ محمد أجميم مقدم البرنامج، وضيوف البرنامج الإخوة مصباحي خليل محمد وأحمد، والأداء الصوتي فتيحة عبدولي. فكونوا في الموعد.